لبن من اول راسيه المرادي وكره تسقط وفرصه جول فرصه جول املنا هنا يسجل خيمينيز املنا صاحب هدف الفوز لمنتخب الاوروغواي في مرمى المنتخب المصري اذا هذه المره كان في دفعه بتقنيه الفار راسيه المرادي وفرصه جديده وجولين مش ممكن قلبي الدفاع يتحول الى قلبي الهجوم سجل خيمينيز وهذه المره الكبير كبير يا جودين llorar a llorar a llorar ya está 2-0 ni marita ni nada 2-0 y fuera Cristiano qué ahora 5 y a dormir Cristiano 5 qué la marita pues, adiós bye bye a Italia no vuelva كان يوفنتوس يركض حبينا ومن أن يحقق ريمونتادا بعد ما فزنا عليه ب2-0 يجب علي أن أغير هنا وفي البطيخ رونالدو كان يقول بأن لا شيء مستحيل على يوفنتوس تورينو ولا شيء مستحيل علي في موعد من موعد الكرة الكبيرة جدا في موعد استخدمني فريق يوفنتوس من أجل هذا من أجل الفوز بمباريات دوري الأبطال Yes, I am. Get ready to come back. ينتظر ما سيفعله رونالدو لأن اليوفي استخدم رونالدو من أجل هذه اللحظات التاريخية في مواجهة أتلتيكو مدريد الفريق الذي لم يتلقى أي هدف في 5 مباريات سابقة على التوالي. يسجل رونالدو خطيرة بولوتشي جول. جيورجيو كيليني والحكم صفر خطأ. يدخل برناردسكي كانسلو وتوزيع خطيرة رونالدو بابا قال الحكم المساعد بأن الكرة دخلت رونالدو يفجر ملعب أليانس ستاديوم تورينو بتسجيله للهدف الثاني بدونائية رونالدو يستجيب لجماهير وعشاق اليوفي في هذه الليلة التورينية الرائعة جدا في المدرجات نعم فعلها رونالدو وسجل الثنائية اليوم يفعلها ليس فقط بتسجيل ثنائية وثلاثية بل بضمان تأهل فريق للدور الربع النهائي رونالدو جول فعلها المانيفيكو كريستيانو فعلها الاكستراورديناري رونالدو الثلاثية التاريخية وبالثلاثة يضرب يوفنتوس أتلتيكو مدريد نعم يحق لكم أن تفرحوا برونالدو نعم يحق لكم أن تفرحوا باستقدام رونالدو نعم يحق لكم أن تفخروا بتفوقكم وبعودتكم أمام الأتلتيكو وما أدراك هكذا هي كرة القدم اليوم كريستيانو رونالدو استجاب لكل الدعوات بعد اليوم المدرب ديغو سيميوني يجب أن يغير مهنته مثل ما قال